السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. اليوم نرجع ويا سلسلة تطبيقات مختارة ومفيدة رقم 4، هاي الحلقة الرابعة طبعاً. المشاهد في الحلقات يقدروا يدور عليها بالقناة موجودة طبعاً. حالياً الألعاب القوية يعني ما ظهرت إلى الآن وصار ملل، ويعني تعرفون اليوتيوب صار بيخربط هواي، فذلك راح أرجع سلاسل قديمة شوية شوية. فشوية شوية ونشوف شلون نوصل. خلينا نبدي. يلا بسم الله. التطبيق الاول عندنا اسمه ابلوك، هذا هو. طبعا اول ما شغله ما بي رمز، حيقول لك سوي رمز وهاي شيء، مثلا سويت لاني رمز. هذا التطبيق يحمل خصوصيه مالتك، مثلا عندك الفيسبوك، عندك الماسنجر، عندك الواتساب. بس انا ليش حاط الواتساب؟ شباب سويت التصوير خارجي للبرنامج مال ابلوك اللي هو يغلق التطبيقات الخاصه مثلا الواتساب او الفيسبوك وغيره. شوي خلينا نقلل. فهذا هو من صورت صارت الشاشة سوداء، ما أعرف ليش، يعني هو بحماية كأنه حمايته قوية. فهذا هو البرنامج الأول، فقط البرنامج الأول راح أسوي تصوير خارجي. حاطه رمزاني. أول شيء سوي له تفعيل، طبعا أول ما ثبته لازم أسوي له تفعيل. طبعا شوية مو واضح التصوير، أذروني لحد ما نضبط أمورنا. ما سوي تصوير خارجي لين ما يرهم. المهم هذا هو التطبيق، بي كل التطبيقات، بي المقفلة وبي مثلا المفتوح. هذني كل المفتوحات تقدر تقفلهم، مثلا اي تطبيق تقدر تسوي له قفل، صار بقائمة القفل. المفتوحة تقدر تقفل اي واحد منهن، يطلع لك المقفلة وكل التطبيقات. منها تقدر تقفل الفيسبوك مثلا او الاستوديو، اي شيء خاص عندك تقدر تقفله بهذا البرنامج. بي الاعدادات هنا، بي اخفاء الصورة من تقدر، وبي الاعدادات الرمز تقدر تسوي شكل، مثلا شكل يعني النمط، مثلا تختار نمط تأكيد النمط، او تختار السر اللي هو الرقم مثلا، يعني BIN 1233 مثلا، انطي صح 1233 صح 1233 صح 1233 صح. يلا ها هي شلبيت. الثاني هنا المفروض الواتساب قفلته مثلا، راح يطلب مني رمز، لازم اكتب الرمز اللي سويته وما حكيت بقدامكم لان ما اريد يفتح الواتساب. فهذا هو البرنامج، انه يقول لك اي شيء، اي لعبة، اي برنامج، اي تواصل اجتماعي عندك، تطبيق مال تواصل اجتماعي، هو يعني مال اشياء خاصة. وطبعا بيه بصمة، اذا جهازك يدعم البصمة تقدر تسوي القفل بالبصمة. مثلا الاعدادات قفل الشاشة تقدر اكو بصمة، اذا جهازك يدعم البصمة راح يخلي لك خيار ثالث اللي هي مال بصمة، تقدر تقفل اي برنامج عن طريق البصمة، وكذلك يفتح عن طريق البصمة. هذا هو البرنامج الاول شباب اللي هو ابلوك، برنامج مهم كلش مهم. هسه نكمل على التطبيقات الجاية. مثلا عندك هسه هنا جايب الواتساب، هذا هو التطبيق الاول شباب، تطبيق ابلوك، طيرنا الواتساب. التطبيق الثاني عندنا اسمه 24 دان، يعني 24 ساعة تم او اكمال مثلا. هذا هو البرنامج، فكرته حلوة بسيطة. برنامج مثلا يعني هو مال ملاحظات يومي، مال ملاحظات اليومية مال 24 ساعة. مثلا كتبت اني لا تنسى اختبار غدا، مثلا عندي تصوير جيم بلاي مع الشباب، تقول له اد او اضافة، مثلا تضيف شباب خلال 24 ساعة. تبقى هاي التنبيهات عندك، مثلا تكتب لا تنسى تغيير بطاريات مثلا، يعني خلال يوم واحد او خلال 24 ساعة مثلا. ومن انت تنتهي ال 24 ساعة راح يختفن. او انت مثلا لا تنسى الاختيار، شنو هاي غلط، خلا اعيده، لا تنسى الاختبار غدا. انا دورات اعتمد على الكيبورد، تشوفون من نكتب لا تنسى الاختبار غدا. مثلا باشر عندي اختبار الصبح فلازم ما انسى، فحاطاني هاي. انا هذا البرنامج يعني هو لازم تدخل عليه، مثلا تخليه قدامك دائما، قدام العين تخليه دائما. فدائما تصوير جيم بلاي مع الشباب، يعني اليوم من الباشر لازم انا اصور ويا الشباب وموعدهم، فهذا راح ينبهني، راح يذكرني به. لا تنسى تغيير بطاريات الباشر، مثلا عندي تغيير بطاريات لازم اول يوم، ف
فارجع بالبيت، اذا خلصت اذا مرت 24 ساعه كلن راح يطفن. او اذا اني مثلا صورت قبلي ويا شباب قبل ساعه او ورا ساعه مثلا، اخلي هنا صح او اشر عليه مثلا لا تنسى الاختبار غدا، مثلا امتحان ثاني باكر يعني حروح او غدا امتحنت حدث عليها، ادوس على الدائره قبل المسح، بقى البطاريات حبقيها الملاحظه. يعني تطبيق فكرته كلش حلوه وسهل، سلس الاستخدام. مثلا باكر حغير البطاريات، هو البرنامج من وحده خلال 24 ساعه يمسح الملاحظات، او انت اذا سويته تضغط على الدائره وها هي. فكره البرنامج كلش حلوه. التطبيق الاخر النسخ الشامل، هذا هو الشباب طبعا برنامج رهيب. البدايه لازم تفعل، هو معطي تقوله تشغيل، حيوديك على الاعدادات وعلى مثلا السماح، لو تقول له السماح هي تلقيها معطله هسه ولا تمكينه حتى يشتغل. فهاي الاشعارات وهذني ما عليك بيهن، هذني كلهن هيك يعني كلام فاضي نقول عليه. مثلا هذا التطبيق ينسخ لك الكلمات من التويتر او اليوتيوب، هسه تجربه بالفيسبوك جربته بس ما رهم، هسه نجرب على اليوتيوب هسه راويكم فكرته. مثلا شباب هسه انا التطبيق مشتغل عندي، من تريد طفي راح طفي من التمكين مالته هاي بالبرنامج. المهم هسه هنا مشتغل، نسحب ننزل منه على الشاشه نشوف، هذا مكتوب النسخ الشامل. تضغط على هاي الايقونه، هي تضغط عليها يعني مو ضغط مطول، ضغطه واحده، هذا راويكم ضغطه واحده راح هو يسوي لك نسخ على الشاشه كلها. هنا شو تسوي؟ هنا شو تسوي انت؟ تحدد مثلا هنا تحدد مثلا على الاسم، هنا نسخ الاسم، ضغط مطول على الاسم راح ينسخ الاسم مال الفيديو. هذا الشيء حلو، هذا الشيء يعني مو موجود بكل الاجهزه. الفئه النوت كلهم بهن اقلام بهن نسخ، الاجهزه ما بها اقلام. هذا البرنامج يفيدكم هو، بس انا عندي قلم ما احتاج هذا البرنامج، جهازي بيه قلم الـ3 دائما سوري نوت 3، جهازي نوت 3 اوكي شباب. فهاي تقول لي نسخ مثلا فيكتور، سويت لي نسخ. هسه طبعا مو بس العنوان، اي شيء تقدر النسخ الشامل، مو ينسخ العنوان بس، اي شيء هنا عندك مثلا عندك داونلود الرابط مثلا اي كلمه يقدر ينسخ. بس اللي عليك تنزل الشاشه تضغط على النسخ الشامل راح يجيب لك الدنيا كلها، يقول لك انسخ، او تضغط هاي الايقونه اللي هنا هذا يحددها كلها، يحدد لك شكو كلام شكو منشور او كلمات بالشاشه. انا ما احتاج هذا الشيء، تضغط هنا ينسخها كلها، مثلا ينسخ كل الكلام، انا ما اريد هذا الشيء، اريد اسوي نسخ يعني ادوس رجوع خطوه هنا انسخ يعني فشي بسيط. فهنا يعني حلو النسخ مالتي مثلا كلمه دولة او الرابط او اي شيء تقدر تنسخ به. هذا الحلو، هذا باليوتيوب. كذلك التويتر جربت عليه نجحت، بالتويتر نجحت بس بالفيسبوك ما صارت. هنا مثلا أنا داخل بالمنشورات، مثلا أي منشور مثلا منشور عربي إنجليزي، وما يهم عربي إنجليزي ما نهتم. هنا باو راح أنزل، أضغط النسخ الشامل راح يحدد، تقدر تحدد هنا هسه باو تقدرون تحددون، يعني مجرد بس تضغط على منشور او مجموعة كتابة تضغط عليها ضغطة واحدة على الكتابة، مجرد ضغطة واحدة على الكتابة راح تقدر تأشر اي شيء موجود، الايميل او اسم او رقم او اي شيء موجود. اضغط هنا هم راح يأشرها هنا. هنا عندك الرجوع اهم شيء، هذا الرجوع اللي هنا السهم مثلا هسه محددة، مثلا غلطت لا ما اريد هذا لا ادوس الاكس، اكو رجوع ادوس رجوع. مثلا هنا بالعربي ايوه ها النسخ الشامل حدد لك بس اللي اشرته هنا، يعني هسه مثلا ملاحظه هسه اذا دست هاي الكلمه مال نسخ الكل حينسخ بس الظاهر بالشاشه، ما ينسخ لك المنشورات الجوا، راح ينسخ فقط اللي ظاهر بالشاشه. هذا الشيء حلو طبعا، قلت لكم ينسخ منا بس بالفيسبوك ما اشتغل، ما اعرف ليش، بس هو طريقته وفكرته كلش حلوه. هنا مثلا اريد احدد حقول له لا مو هاي، حقول له النسخ الشامل بالفيسبوك، هنا ما يشتغل للاسف الفيسبوك ما اعرف ليش، بس
بالنسبة لي بالنوت 3 أقدر أنسخ عادي بالقلم، بس بالفيسبوك هذا ما يشتغل، حتى لو تقول له تحديد الكل راح يحدد بس الكومنت الشير اللايك يعني السهم. ما أعرف ليش المنشور مال الفيسبوك ما يشتغل وياه للأسف، يعني هذا الشيء المحلول بيه بس. أما هواي برامج يشتغل بها عادي. التطبيق الرابع هو السكرين فلتر. مثلا أنت معلي إضاءة متعود دائما بالليل بالنهار، بالليل عندك هو يفيد بالليل، مثلا تشغله بمجرد انه تضغط عليه راح يقلل الاضاءة مال الشاشة بنسبة 48 مثلا. هنا تشوفون قلل الاشارة، قلل الاضاءة، طبعا انا شوية مزيدة يعني هاي نقصها، راح تصير الشاشة والاضاءة منخفضة حتى تناسب العين يعني ما تأذي عينك. اكو هواية يستخدمون الموبايل بالليل، مثلا هو ممدد، هو واقف قاعد جالس ما اعرف شلون، المهم مثلا بالليل هذا البرنامج يفيدك بالليل ما يذي العيون. انا شرحت عليه قبل وهم يعني حبيت اذكره هنا لان القديم ما شافه هواية. فهذا الحلو مثلا بس تضغط هنا على هاي تضغط راح يطفى البرنامج، راح ترجع الاضاءة الصحيحة، هاي الاضاءة القوية الصحيحة. بينما من الشغل البرنامج تشوف الاضاءة انه قلت هواية بس تضغط عليه مرة. طبعا من البرامج القديمة هذا كنت انا استخدم على الاس 3 وشرح عليه قبل على الاس 3 نفسه. هنا من الطفي تقدر مثلا تتحكم بالإضاءة، بس دير بالك توديها زيادة لأن الشاشة راح تطفي وراح تلاص عليك، لازم ترصد الجهاز ما شو تسوي له، وهاي يعني دير بالكم. سووا 48-50% فقط. شباب عندنا التطبيق الأخير هو الوال ماكس، اللي هو عبارة عن برنامج مال صور، هذا هدية مني لكم. فهذا هو البرنامج، تقدر تسوي بحث تقدر يطلع لك صور كلها فول اتش دي، صور اتش دي، صور ملونة، صور ما ادري شنو، يعني هواي هواي بيه. تحدد من هذا الاحمر تقول له مثلا تحدد ذني شو تريد، تقول له اوكي راح يدور لك الدنيا كلها ويجيبها، راح يطلع لك كلها مثلا مال حيوانات مال بشر مال كارتون مال الالعاب. تقدر تسوي بحث همينة، تقدر تسوي بحث همينة على اي لعبة ولا اي فنان، ومثلا تفوت على الصورة بمجرد دخولك على الصورة، الصورة طبعا كاملة تطلع 3D، يعني عندهم ثيم او عندهم الاجهزة اللي تدعم الصور المتحركة وهاي حلوة تصير. فهذا هو التطبيق، تقدر تسوي له تنزيل الصورة او تقدر تسوي له من القالب هاي لايك يعني مفضلة. اوكي شباب اذا الى هنا نهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي، تحياتي، انتهى البرنامج.